Assalamu alaikum. Peace be upon you. Today, we embark on a journey to explore the notion and numerous subjects related to family, a topic that transcends boundaries and unites us all. The family, consisting of a man, a woman, and children, is the foundation of society. It is a concept that expands with the circles of varied affiliations until we reach the great human family. In Islam, the family is regarded as a sacred institution, where the roles of men and women complement each other, leading to harmony and balance. Similarly, in the Bible and the Torah, the importance of family is emphasized, highlighting the divine blessings that come with it. Doha International Center for Interfaith Dialogue has encouraged us all to participate in this critical discussion as we work to understand and maintain the sacredness of the family unity. يلعب الدين دورا محوريا في تشكيل نسيج الحياة الأسرية إذ يوفر إطارا من القيم والمعتقدات التي تعزز المحبة والتعاطف والتواد والتراحم المتبادل بين أفراد الأسرة. فمن خلال الإيمان وممارسة العبادات والصلاة والتفاني في تنمية العلاقات الأسرية تنمي الأسرة حساً عميقاً بالروحانية والترابط مما يقوي هذه العلاقات والتي تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة. مؤتمرنا هذا يناقش منظومة الأسرة التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع، ونأمل ونتمنى أن يشارك العلماء والباحثون في هذا المؤتمر في مناقشات مثمرة حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالحياة الأسرية من منظور ديني. وبصفتنا حماة لتقاليدنا الدينية فإننا مكلفون بالواجب المقدس لنقل هذه التعاليم الدينية الأبدية إلى الأجيال القادمة لضمان استمرارية تقدم وازدهار عائلاتنا في المشهد المتغير لهذا العالم. ونطمح إلى أن تثري هذه الحوارات فهمنا وتساعد في بناء توصيات عملية تعود بالنفع علينا وعلى الأجيال القادمة في تنشئة أسر أقوى وأكثر مرونة متجذرة في تقاليد إيماننا. So together, let us uphold the values of our faith and build a world where every family thrives. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. دأبت دولة قطر لأكثر من 20 عاما على جمع العلماء من أتباع الأديان السماوية الثلاث للقاء سنوي حواري يطرح من خلاله العديد من الموضوعات المتعلقة بالحوار وآدابه وأصدائه وأنواعه ومخرجاته وتجاربه حول العالم، سواء في حوار الأديان أو حوار الثقافات والحضارات، وذلك لتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع مختلف الأديان والأعراق والثقافات تحت مظلة من التسامح والعمل المشترك. تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يتجدد لقاؤنا معا في مؤتمر الدوحة 15 لحوار الأديان بعنوان الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة تحت شعار التكامل الأسري دين وقيم وتربية. سعادة السيدة لولو بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، سعادة الوزراء والسفراء وعلماء الدين والقيادات الدينية، السادة الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحب مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بكم جميعا في مؤتمر الدوحة 15 لحوار الأديان، والذي سيناقش واحدة من أهم القضايا المعاصرة دينيا واجتماعيا، ألا وهي قضية الأديان والأسرة المعاصرة. وخير ما نبدأ به آيات عطرة من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد جبر الدوسري، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الآن اسمحوا لي بدعوة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ليلقي كلمته ويقدم راعي المؤتمر للافتتاح الرسمي له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وإخوانه الأنبياء والمرسلين. سعادة السيدة لولو الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، أصحاب الفضيلة والسماحة والقبطة والنيافة، السادة العلماء الأجلاء من أتباع الديانات السماوية الثلاث، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، يطيب لي باسمي وباسم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن أرحب بكم أجمل ترحيب في مدينة الدوحة، وأوجه لكم خالص عبارات الشكر والتقدير لقبولكم دعوتنا بالحضور والمشاركة في مؤتمر الدوحة 15 لحوار الأديان، والذي ارتأينا أن يكون هذا العام منصة لمناقشة موضوع من أهم الموضوعات، ألا وهو الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة. متمنين لكم قضاء أوقات طيبة تملؤها المحبة وتظللها الأخوة الإنسانية ويكسوها العلم النافع. الأخوة والأخوات الأفاضل، ما هو يتجدد لقائنا، لقاء الخير والعلم والإخاء الذي جمعنا على مدار 14 مؤتمرا سابقا، لنكمل تلك المسيرة التي بدأناها معا بالتقاء كوكبة من علماء الأديان السماوية والأكاديميين
ورؤساء مراكز الحوار من مختلف أنحاء العالم، والمهتمين بين الحوار أو والمهتمين بالحوار بين الأديان على وجه الخصوص، وهي فرصة عظيمة للتلاقي التي يمكننا من خلالها تجاوز التمييز بين بني البشر ورسم معالم الطريق للحياة بمختلف مجالاتها على أسس من القواعد المشتركة بين الأديان. فقلما نجد منبرا تتلاقح فيه الأفكار المختلفة وتتوحد فيه العقول الراشدة والقلوب المنفتحة على هدف واحد، وإن اختلفت الرؤى وتباينت الاتجاهات والتصورات، ولا يساورني شك إن ما أنجزتهم وتمرتنا خلال السنوات الماضية قد جاء من منطلق تحمل المسؤولية والدور الملقى على عاتقنا جميعا لخدمة الإنسان الذي أجله الله وقدره ورفع شأنه بين المخلوقات. ضيوفنا الأعزاء، إن كنا لا ننكر الاختلاف الديني والثقافي والاجتماعي بين البشر، إلا أننا في الوقت ذاته نؤمن جميعا بالقيم الدينية المشتركة التي كرست لمفهوم الأسرة وأسست لقيم التراحم والتكافل والتعاون بين أفرادها ورسخت للعلاقة المقدسة بينهم. فالمنظومة الأسرية في الأديان السماوية بينها تشابه كبير في هويتها ومفهومها وقيمها ومبادئها، باعتبارها النواة الصلبة المشكلة لعرى المجتمع وعنوان تماسكه وقوته أو ضعفه، لا سيما في التنشئة والتربية والترابط والصلة والتواد والتراحم. لذلك في ضوء الوحي الإلهي والتشريعات والوصايا أولت الأديان عناية فائقة بالأسرة، فأرست لها دعائم روحية وفكرية وأخلاقية تستند عليها في التأسيس والبقاء والتطور وتحقيق الترابط والنجاح، وقدمت التشريعات والقيم الدينية حلولا للمشاكل الاجتماعية والتربوية والنفسية للأسرة بنصوص صريحة محكمة ثابتة. ففي الإسلام يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات. وكما جاء في الكتاب المقدس في سفر التكوين، خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى، خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. الأخوة الأخوات الكرام، إننا نؤمن أن الرسالة التي يقدمها حوار الأديان تتأسس على فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية. فإن كان حوار الأديان هو الحقل الجامع للقيم المشتركة المتفق عليها بين الأديان، وإن كان عالم اليوم أغلب مجتمعات أصبحت مجتمعات تعددية تتنوع فيها الثقافات والأديان، فإن ذلك يفرض علينا الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية التي باتت تتعرض اليوم في ظل المتغيرات المعاصرة لتحديات عميقة وجذرية وتدخلات خارجية تفرز عدد من التحولات المفزعة والمخاطر العظيمة المهددة للمنظومة الأسرية، خاصة مع تأثير العولمة والثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ومع تطور الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي الناقل للأفكار والآراء والثقافات بسرعة فائقة من بيئة إلى أخرى. كل هذا يمثل تحديا وتهديدا جديا على كيان الأسرة، ولقد كان هذا دافعا لنا لنثير في مؤتمرنا هذه القضية. وسوف يتم في مؤتمر مناقشة 4 محاور رئيسية، حرصنا أن نبدأ محورها الأول ببيان هيكل البناء الأسري مفهوما ومكانته ومسؤولية، وذلك من منظور الأديان، معرجين على دور القيم الدينية والتربوية في تحقيق التكامل والتضامن الأسري من خلال الحقوق والمسؤوليات. ثم سيناقش المحور الثاني بيان الدور المركزي للأسرة في التنشئة والتربية، مع التركيز على مقومات البناء الداخلي للأسرة السليمة وأثرها في التنمية والنهضة للمجتمعات. وأما المحور الثالث وهو جوهري في موضوع المؤتمر، إذ أن من خلاله سوف نناقش قضايا الأسرة المعاصرة في محاولة لاستيضاحها وأثرها على الأسرة وكيفية تقديم سبل الدعم والعلاج لتلك القضايا.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، بدءا باللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات على جهودها الكبيرة، وجميع أعضاء مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والعاملين في المركز، والشركاء من وزارات الدولة ومؤسساتها، والمتطوعين والمتطوعات على ما بذلوه من جهد وإخلاص في العمل. والشكر موصول لكم جميعا لما بذلتموه من تحمل عناء السفر، وما ستقدمونه إن شاء الله من نتاج فكري وأوراق عمل جادة ومثمرة إن شاء الله. وأتمنى لكم جميعا كل التوفيق، وأن تكلل أعمالكم من نجاح والتوفيق. واسمحوا لي قبل أن أترك هذه المنصة أن أقدم لكم سعادة الأخت الفاضلة لولوة الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي لإعلان افتتاح المؤتمر الرسمي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة العلماء، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم دولة قطر أحييكم جميعا في افتتاح جلسات مؤتمر الدوحة لحوار الأديان في دورته 15، والذي يتناول موضوع الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة. ويأتي هذا المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وباسمه أتقدم لكم جميعا بخالص عبارات الشكر والتقدير لحضوركم ومشاركتكم في هذا المؤتمر، الذي نثبت جميعا من خلاله أهمية الحوار وتبادل الآراء والأفكار لمد جسور التعاون والثقة في عالم باتت تمزقه الصراعات والاستقطابات العمياء، داعية أن يتحقق من خلال هذا التجمع النخبوي الهادف الهدف السامي في تلاقي أهل الإيمان والمختصين لفتح آفاق إنسانية جديدة بين البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم وثقافاتهم، لإيجاد سبل وحلول للتعامل مع القضايا المعاصرة الملحة، وفي القلب منها قضايا الأسرة المعاصرة وتربية النشء. ضيوفنا الكرام، إن في مؤتمركم هذا تأكيداً بأن قضايا عالمنا المعاصر باتت لا تعرف حدوداً، وأن تحدياته لا يقف خطرها على من يواجهونها فقط، ولا تتضرر بها الدول أو الأفراد الذين يعانون منها وحدهم، ولا يمكن أن نفصل قضايا الأسرة عن كافة القضايا الكبرى التي وللأسف تزلزل عالمنا المعاصر وتهدد سلامه واستقراره. فقضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، وهي كذلك عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بكل حقولها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. من هنا بات من أولى الواجبات علينا التركيز على الأسرة وإعطاؤها جانباً كبيراً من اهتمامنا دولاً وأفراداً وعلماء دين ومختصين، حيث أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع. الحضور الكرام، يتوافق موضوع هذا المؤتمر مع القناعة الراسخة في دولة قطر بمحورية الأسرة في بناء المجتمعات ومركزية الدين والأخلاق في هذا البناء، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور القطري دون مواربة في مادته 21، والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق. أما على المستوى الدولي، فقد حشدت دولة قطر الجهود لصالح الأسرة، وسعت وتسعى لتعزيز المناصرة الدولية لقضاياها، ووفرت كذلك منصات حوارية جامعة لصناع القرار والسياسيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية. الأخوة الكرام، إنه لمن المخزي أن نجد انتهاكات حقوق الأسرة والمرأة والطفل في هذه الآونة تتكشف بصورة صارخة أكثر من أي وقت مضى في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة. إن في الأكباد لحرقة، وإن في النفوس لغصة يضاعفها ذلك الدعم
الرسمي والاقتصادي والعسكري والدبلوماسي الذي تلقاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية من قبل عدد من الدول والقوى الدولية التي وللأسف أخفقت أمام أهم اختبار إنساني لقيم الحرية والتحضر وحقوق الإنسان التي كانت ترعاها وتدفع بها. وعلى الرغم من كل هذه الأوجاع ورغم كل التخاذل الرسمي، وجدنا أن الوعي الجمعي للناس بكافة أديانهم وأعراقهم وتوجهاتهم قد تجاوز السردية المدفوعة في مساحات الإعلام التقليدي ليخلق فضاءً حراً جديداً يرفض أدلجة المبادئ وتفصيلها على مقاسم معين. فكيف يمكن لمن يرفض محرقة الهولوكوست ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقاً أن يقبل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الصامد في غزة؟ أيضاً إخوتي الكرام، أذكركم الله تعالى في شعب السودان الكريم الذي تناسى العالم مأساته، وهي أكبر مأساة للجوء قائمة في يومنا هذا، بأن تذكروه في صلواتكم وأن تبذلوا له ما هو متاح لكم من وسائل علمية وتوعوية واقتصادية وخيرية. فهذا البلد الكريم العريق يستحق منا الكثير. الحضور الكرام، يأتي لقاؤكم هذا استكمالاً لمسيرة بدأتموها أنتم في مؤتمراتكم السابقة تجمع القادة الدينيين والعلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، يظللها الحوار البناء الحر القائم على الاحترام المتبادل المنطلق من الاعتراف بالآخر وثقافته ومعتقداته ومقدساته، والتعامل مع الاختلاف على أنه أمر واقع بل سنة إلهية لا ينبغي أن نتعامل معها بالمنطق الإقصائي. إخوتي الأعزاء، أتمنى بكل صدق أن تنجحوا في تحقيق ما أخفقت فيه السياسة والسياسيون. أشكركم مرة أخرى على تحملكم عناء ومشقة السفر لحضور هذا المؤتمر، وكل ثقة أنه بعد المناقشات الجادة والدراسات العميقة التي نتوقعها من جميع الحاضرين أن يخرج المؤتمر بمقترحات ومبادرات واقعية تسهم في تمكين الأسرة وتهيئة الظروف للنهوض بها وبدورها، وتضع حلولاً ومعالجات لمواجهة قضاياها المعاصرة. وأؤكد على ضرورة دراسة الكيفية المثلى لمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر إن شاء الله عن هذا المؤتمر ليتحقق الهدف والغاية المرجوة منه. ولا يفوتني هنا أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر جميعاً، وعلى رأسهم سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وأيضاً سعادة الدكتورة عائشة المناعي وجميع الأخوة القائمين على هذا المؤتمر. أشكركم جميعاً على هذه المشاركة، ولا يفوتني أخيراً أن أبارك للفائزين بجائزة الدوحة العالمية الخامسة لحوار الأديان لهذا العام من أفراد ومؤسسات والذين توجت أعمالهم في خدمة ودعم الأسر المتضررة. دعواتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، وشكرا لرئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. الآن يبدأ حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لجائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان لعام 2024. نرحب بكم بجائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان. تم إطلاق جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان عام 2013 ميلادية بهدف دعم وتشجيع جهود ومبادرات وإنجازات الأشخاص والمؤسسات التي لها أثر بارز في تعزيز مبدأ الحوار وترسيخ ثقافة السلام، وهي تعد المبادرة الفريدة من نوعها في هذا المجال على مستوى العالم، وقد تم منح 4 جوائز سابقة خلال الفترة. ويسرنا في مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن نعلن اليوم عن جائزة الدوحة العالمية الخامسة لحوار الأديان 2024، وفي دورتها الخامسة متماشيا مع عنوان المؤتمر الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة.
والتي سوف تمنح للأفراد والمؤسسات الدينية الناشطة في دعم الأسر المتضررة. وقد تم اختيار الفائزين بها بناء على إنجازاتهم كأفراد أو كمؤسسات في دعم الأسر المتضررة، سواء من جراء الفقر أو الكوارث أو الحرب والصراعات أو التشتت واللجوء. وقد قررت لجان التحكيم المتخصصة جدارة الفائزين بالجائزة من خلال الأعمال التي تم إنجازها لدعم الأسر المتضررة، واختارت لجنة أمناء الجائزة المحكمين من خيرة المتخصصين في موضوع الجائزة من كل أنحاء العالم، وتعتبر أسماء المحكمين سرية. أما الآن ندعو السيد محمد الغامدي عضو مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لبدء حفل تكريم الفائزين من الأفراد والمؤسسات. بسم الله الرحمن الرحيم. والآن اسمحوا لنا بدعوة سعادة السيدة لولو الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان لنبدأ تكريم الفائزين اليوم. نبدأ أولا بفئة الشخصيات ونتعرف معا على الشخصية الأولى الفائزة بجائزة فئة الأفراد. ندعو الدكتورة أغادير جويحان لاستلام جائزتها. والآن نتعرف على الشخصية الثانية والفائزة بجائزة فئة الأفراد. يتسلم الجائزة نيابة عن الدكتور مادس جيلبرت بتفويض منه سعادة السفير منير غنام سفير فلسطين بالدوحة. تعذر حضور سعادة السفير. والآن حان موعدنا مع تكريم المؤسسات الفائزة بالجائزة، ونتعرف معا على المؤسسة الأولى الفائزة بالجائزة فئة المؤسسات. تسلم الجائزة السيدة إيقامة هانوكو فاطمة من مديرة جمعية الوقف الإسلامي باليابان، وأعتقد أنها أيضا تعذر حضورها. لا موجودة.
الآن نتعرف على المؤسسة الثانية الفائزة بالجائزة فئة المؤسسات. ويتسلم الجائزة السيدة تشي هونغ يو الأمين العام المساعد لمنظمة الصداقة للتنمية المجتمعية المستدامة. الأخوة والأخوات الكرام، بقى لدينا فائز أخير، فلنتعرف معا على صاحبها. لقد قررت لجنة تحكيم جائزة الدوحة العالمية الخامسة لحوار الأديان هذا العام منح جائزة خاصة للأسرة الفلسطينية الصامدة في غزة. ليس بخاف على أحد ذلك الوضع المأساوي في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة الآن والمستمرة لأكثر من 200 يوم، وهذا يفرض علينا المصارحة بأننا جميعا وللأسف لم نقم بحق الحماية الواجبة للأسر المنكوبة في غزة، ولا ننكر الجهود المبذولة للعديد من المنظمات الخيرية والدول الشقيقة والصديقة لدعم الوضع الإنساني في غزة في محاولة لرأب هذا الصدع في التضامن الإنساني الذي أمرنا بتحقيقه وحثنا عليه قيمنا الدينية والإنسانية بل وحتى القوانين الدولية المقررة لحقوق الإنسان. وعليه فإن لجنة الجائزة قررت منح الأسرة الفلسطينية الصامدة في غزة هذه الجائزة تقديرا لتضحياتها وتضامنها مع بعضها البعض رغم المعاناة الشديدة والكارثية التي تتعرض لها خلال الحرب الجائرة. وسوف تقدم قيمة هذه الجائزة لجمعية قطر الخيرية لإيصالها ضمن المساعدات المقدمة للأسر الفلسطينية. واسمحوا لنا بدعوة السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية لاستلام الجائزة والتكريم، فليتفضل مشكورا. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا من غزة الطفل رمضان محمود أبو جزر ووالده وأخوه يشاركوننا هذا التكريم ويتفضلون مشكورين. يقال ليس من رأى كمن سمع، والآن أمامنا من رأى وعاش هذه التجربة الصعبة. يتفضل الشاب والبطل رمضان بكلمة صغيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت إليكم من الأرض التي بارك الله فيها، جئت إليكم من الأرض التي قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خير رباطكم عسقلان. اسمي رمضان أبو جزر، طفل من غزة، عمري 9 سنوات. في قلبي 3 جروح: جرح الطفولة التي دفنت في مهدها حيث ولدت وكبرت بين موتين، وجرح الحروب التي لا تلتئم، وجرح الأحلام التي لا تكتمل. حرمتني هذه الحرب
من أن أقابل أصدقائي في المدرسة، أتقابل معهم في مراكز الإيواء وفي طابور الماء أو الخبز، وكثيرا ما أقابل أسماءهم في عداد الجرحى أو الشهداء. لم يبق لي سوى بقايا حلمي أن أرسم صورة الوطن بصوتي بقلمي، أن أنقل قصتي وقصص أطفال فلسطين. وربما تحاول هذه الحرب أن تسلب منا البيت والأمن والأمان، لكنها لن تسلب الحقيقة والإرادة. جئت إليكم أحمل في قلبي كتاباً ل15,000 قصة لأطفال غزة الأبرياء، رحلوا ولم تكتمل بعد أحلامهم، لن يحملوا بعد اليوم حقائبهم المدرسية، لن يغنوا النشيد الوطني، لن يشتروا الألعاب، لن يركضوا بالكرة في الملاعب، لن يحملوا الدفاتر والألوان والأقلام، لن يرفرفوا بعلم فلسطين على بحرها، لن يكون لهم حسابات على مواقع التواصل، ولا تخصصات في الجامعات، ولا تغريدات وأغاني خاصة، ولا أصدقاء وأحبة ومقاه وقهوة يحبونها، وكتب يضعونها تحت وسائدهم. لن يكبروا وينالوا حقوقهم كغيرهم من البشر. هؤلاء 15,000 طفل هم أطفال وطني قد حرمتهم إسرائيل بوحشيتها وصواريخها من الحياة، وقتلتهم في حربها على غزة. وأمامهم قصص الآلاف الأطفال الذين لم ينادوا كلمة ماما أو بابا، ولن يحضنوا أبا أو أما، ولن يناموا مع عائلتهم، ولن ينتظروا عودة أبيهم من العمل، لن يخرجوا معه في نزهة، لن يأخذوا منه مصروفا، لن يكبروا تحت عينيه. هؤلاء الآلاف قد يتمتهم إسرائيل وقتلت آباءهم وأمهاتهم دون رحمة ولا مراعاة لحقوق شعب وطفل. هؤلاء الأطفال هم أطفال بلادي، سيكبرون ويكبر فيهم الوجع والقهر، ويكبر فيهم حب فلسطين أكثر فأكثر، وستندم تلك الدولة المحتلة على كل جرح علم في قلوبنا وأجسادنا. بعد كل الجرح، بعد كل الألم، أنا طبعا فقدت كتير من عائلتي، عائلة أبو جزر، فقدت عمتي وعمي وأولاد عمتي، وفي 2014 انولدت في الحرب، واستشهد عمي في هذه الحرب، وتصاب والدي، وهذا كله من أثر الاحتلال الصهيوني. بضلوا يعني هذا الاحتلال معظم بنك أهدافه أطفال. طب إيش عملوا لك هدول الأطفال؟ لا أنا هيك بس بده يقصف الأطفال، أقصى الأطفال ما عملوا إشي، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مثلا أنا هاي اليهود دخلوا غزة ودخلوا خان يونس ودمروهم، وهاي اليهود قاعدين بدخلوا رفح، وأهلي موجودين هناك، وأهلي نزحوا الحيني، وبكونوا نزحوا للمرة الخامسة، تتخيلوا. وفي ختام الكلمة بحب أشكر قطر على مواقفها المشرفة، لأنها وقفت معانا والله وما قصرت أبدا، ويعني وقفت معانا وقفة مشرفة. قطر يعني إشي مش عارف إني أوصفه، حيجي التاريخ يكتب بماء الذهب إنه الأمير الشيخ الوالد تميم المجد وقف مع أهل فلسطين وساعدهم بأكتر إشي بيقدر عليه، حيكتب التاريخ بماء الذهب
تلاقي كمان مئات السنين ناس قاعدة بتقول والله الأمير تميم الوالد تميم ساعد أهل غزة ووقف معاهم ووقف معاهم وقفة مشرفة، وإن شاء الله زي ما تقابلت مع هذه الوجوه النيرة إن شاء الله بإذن الله نتقابل عند أبواب المسجد الأقصى بإذن الله. والسلام عليكم. شكرا يا رمضان، شكرا، والله يبارك فيك ويطرح فيك البركة بإذنه تعالى. بارك الله فيك. ممكن نأخذ صورة جماعية إذا تكرمتوا مع الفائزين. حضور الكريم، نطلب منكم الجلوس في مقاعدكم، حيث الآن نبدأ معا جلسات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية التي تترأسها الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس مجلس الإدارة لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، فاسمحوا لي بدعوة السادة المتحدثين لها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاتي وسلامي على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا إخوتي الكرام، وأحيي ممثلين الأديان الثلاثة على هذه المنصة، وكلنا بعقولنا وواقعنا الذي نعيشه نعلم بأن الله تعالى قد خلق الخلق من ذكر وأنثى في كل مخلوقاته، الحيوان والإنسان والنبات، وخلقهم على ناموس وقانون يسيرون عليه، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، وعلى رأس هذا الشأن هو التزاوج والتكاثر الذي لا يمكن أن يكون إلا بالالتقاء بالمختلف في الجنس بمعنى ذكر وأنثى، التي تعترف بها الأديان ويعترف بها العقل والواقع. وعلى قدر من الأهمية تعنى الأديان السماوية بالأسرة البشرية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأسرة بمكونها الثلاثي رجل وامرأة وأبناء جعل بينهم حقوق وواجبات تصلح بها حياتهم وحياة المجتمع. وفي عصرنا الحالي تواجه تلك الأسرة تحديات كثيرة، تحاول تحطيم الدين وتعاليمه وتبني العزلة النفسية بين أفراد الأسرة من خلال دخول التكنولوجيا لعالمهم، ومن ثم ضعف الحوار بين جميع الأطراف. وهناك الكثير من التحديات تستحق منا أن نتدارسها وأن نقدم مشاركة الأديان وإظهار قدرتها على أن تقدم حلولا دينية، وعلى رأسها محاولة التنصل والابتعاد عن المسؤولية، وسواء من الرجل أو المرأة، وتحدي الاعتراف بما يسمى بالجنس الثالث، والعلاقات الشاذة المخالفة للدين والعقل، والكثير الكثير من تلك التحديات التي لا يسعني ذكرها. ولكنني في الوقت ذاته ونحن نتغنى بالأسرة وحقوق الأسرة وحقوق المرأة والرجل والطفل، ونحن نعيش في هذا الوقت العصيب كما ذكرتم في هذه الافتتاحية المباركة، نعيش يعني منذ شهور عدة في انتهاك لإخواتنا في فلسطين على جميع المستويات. لذلك أقول ليتنا لا ننسى الأسر الفلسطينية التي شطبت
من السجلات المدنية، وبذلك أكتفي، وأنتم تحدثتم وكفيتم في افتتاح هذا المؤتمر. وأعطي إخوتي على المنصة الفرصة لنستمع لكلماتهم، وأبدأ بالأستاذ الدكتور نظير محمد النظير. طبعا يجمعنا معه أو تجمعنا به يجمعنا التخصص في العلم، وتجمعنا الجامعة، جامعة الأزهر الشريف. هو أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو متخصص في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر، وهو عضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف بجمهورية مصر. يحدثنا يعني في دقائق قليلة إن شاء الله بناء على ما طلبه المنظمون، ودائما المنظمون يعني بهم جور وظلم على المتحدثين، فإن شاء الله تفضل تفضل. شكرا جزيلا يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سعادة الأخت الكريمة لولا الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي، الأخ الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان، السادة الوزراء والسفراء، السادة العلماء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بحضراتكم في مؤتمر الدوحة 15 لحوار الأديان بعنوان الأديان وتربية النشأ في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة تحت شعار التكامل الأسري، دين وقيم وتربية، والمنعقد في الفترة 7-8 مايو 2024. وقبل أن أبدأ الحديث مع حضراتكم، اسمحوا لي أن أقدم لكم جميعا خالص التحايا وعظيم التقدير من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لهذا الجمع المبارك، والشكر الكبير لدعوة الأزهر الشريف للمشاركة في هذا المحفل العلمي الكبير، ودعمه الجاد لمخرجات هذا المؤتمر لكونها تتوافق مع المنطق والعقل والدين والفطرة، فضلا عن منهج الأزهر الشريف والذي يؤكد على ضرورة دعم القيم والمبادئ الراسخة التي تعزز استقرار الأسرة وتحافظ على هويتها الدينية والثقافية في ظل عالم مجنون، في ظل المتغيرات المعاصرة. كما يتقدم الأزهر الشريف بتسجيل شكره وتقديره لدولة قطر التي تقوم بجهد كبير في مجال حوار الأديان ونشر ثقافة السلام في العالم، فنحن نشاهد جميعا ما تقوم به هذه الدولة في حوار الأديان وتعزيز قيم التسامح والمواطنة. كما يسرني أن أعبر عن تقدير الأزهر كذلك للدور الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الأبرياء، والتي تندرج تحت بند الإبادة الجماعية. السادة الحضور، إن مركز الدوحة لحوار الأديان قد أسهم على مر تاريخه في تعزيز الجهود المباركة لمكافحة التطرف والكراهية، والعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الديانات المختلفة، وقد دسمت جهوده بتنوع واسع من خلال مؤتمرات ونشر مجلات وإجراء بحوث ودراسات وترجمة المعارف ونشرها وإصدار المنشورات، بالإضافة إلى تنظيم برامج حوارية وتثقيفية تستهدف الشباب وغيرهم. ومؤتمر اليوم عن الأديان وتربية النشأ والمتغيرات الأسرية المعاصرة
يأتي في وقت مهم جدا تعيش فيه الأسرة تحديات بالغة الخطورة، ليؤكد أن مبادرات حوار الأديان أداة مهمة في تعزيز التكامل الأسري وبناء جسور التفاهم والتعاون وتبادل الآراء بين مختلف المعتقدات الدينية حول قضايا الأسرة المعاصرة، مما يسهم في إيجاد أسرة مستقرة ومجتمع آمن. لذا كان من الضروري أن نجتمع اليوم لمناقشة هذه القضية وإبداء رأي الأديان بشكل صحيح ومناسب، بعيدا عن تحريف الغالين وتأويل المبطلين واقتراح الخطوات المستقبلية التي من شأنها أن تعمل على المحافظة على كيان الأسرة وتربية النشء بشكل سليم في ظل هذه المتغيرات المعاصرة والتحولات الراهنة. السادة الحضور، تعد الأسرة هي الحصن المنبع وهي الحصن المنيع لقيم المجتمع وأخلاقه، وهي حائط الصد لجميع المحاولات المشبوهة التي تريد أن تنال من هذه القيم وتلك الأخلاق. من ثم اهتمت جميع الشرائع بالأسرة بداية من الزواج والإنجاب والتنشئة ومنظومة الحقوق والواجبات. فقد اتفقت الرسالات الثماوية الكبرى على أمور مهمة. أولا، أن الأسرة مؤسسة تخضع في تأسيسها ووظائفها ومسؤولياتها إلى التشريع الديني، وأن الدين أهم العوامل التي تؤثر على الأسرة من حيث القيم والعادات والتقاليد والمعارف، والتي تنعكس بدورها على سلوكيات أفراد الأسرة وعلاقتهم ببعضهم البعض، فضلا عن العلاقة بالآخرين أفرادا أو جماعات. فمثلا يمكن أن تمثل قيم دينية مثل قيم المحبة والمودة والاحترام، يمكن أن تلعب دورا مهما في بناء علاقات صحية في داخل الأسرة وخارجها. ثانيا، أن الأسرة ليست ضامنة لاستمرار النوع الإنساني فحسب، بل هي كذلك ضامنة لاستقرار ثقافة المجتمع وهويته، حيث إنها ملزمة وفق النصوص الدينية بتوريث القيم والمعتقدات الدينية وترسيخها لأفرادها، حيث يمتد التفاعل بهذه القيم مع المجتمع المحيط بها. ثالثا، ضرورة تعزيز قيم التكامل والوحدة الأسرية التي تشكل أساسا قويا ومتينا لبناء أسر قوية ومستقرة نستطيع من خلالها مواجهة التحديات الشاذة والمنحرفة. رابعا، أهمية الدور المركزي والمحوري التي تقوم به الأسرة في تربية النشء والأطفال، فهي بمثابة المدرسة الأولى التي يتلقى فيها النشء التربية الأولية والأساسية، والتي تؤثر على تطوره الشخصي وسلوكه المجتمعي. السادة الحضور، إن التحديات الجسيمة التي تواجه الأسرة والنشء اليوم تلزمنا بضرورة العمل على تضافر الجهود حتى يمكن مواجهة هذه التحديات والحد من آثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات. فقد بدأت هذه التحديات بداية من تغيير مفهوم الأسرة في الأساس، فمفهومها الصحيح كما نعلم أنها عبارة عن زوج وزوجة ثم أولاد، شريطة أن تكون وفق علاقة دينية وشرعية وقانونية يتلقاها المجتمع بالقبول والرضا. لكننا اليوم وللأسف نجد بعضهم يصر على أنها مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر بينهما علاقة، سواء ضاقت هذه العلاقة أو اتسعت. وهذا التعريف يعد تحديا صارخا لما استقرت عليه الأديان واتفقت عليه القيم، لأنه يسمح بتنصل الأسر من مسؤولياتها ووظائفها، ويسمح بظهور أسر الشواذ جنسيا نظرا لاعتبار العلاقة بين أي شخصين، رجل وامرأة، رجل ورجل، امرأة وامرأة، من قبيل العلاقات المشكلة للأسرة.
ثم تعددت وتنوعت هذه التحديات فشملت المفاهيم المغلوطة للصحة الجنسية والإنجابية والتنفير من الزواج المبكر وسلب قوامة الرجل وسلب ولاية الآباء على الأبناء وحق الإجهاض دون ضوابط واعتبار الإباحية من قبيل الحرية الشخصية والمساواة بين الرجل والمرأة التي تفضي في النهاية إلى اختلال الموازين الصحيحة في كيان الأسرة. وكل هذه القضايا والتحديات لا ترعى لله حرمة ولا للإنسانية كرامة ولا للمجتمع قيما أو مثل. وفي هذا المقام يطيب لي أن أعبر عن تقدير الأزهر الشريف لموقف دولة قطر الواضح من الشذوذ الجنسي والمثلية، حيث إنها قامت برفضه رفضا قاطعا ورفضت هذه الشعارات ونددت بها كما بدا ذلك واضحا في مونديال كأس العالم الأخير دون استجابة للضغوط التي مارستها جهات ومنظمات ودول مختلفة داعمة ومروجة لهذا النوع من السلوكيات الشاذة والأفعال المرفوضة من جوانب الفطرة والعقل السليم والنقل الصحيح والسلوك المستقيم. غير أن أكبر تحدي تواجهه الأسرة في هذه الأيام هو الحروب والنزاعات المسلحة المتنوعة التي نتج عنها التشريد والفقر وفقدان الأمل والأمان وتدمير الممتلكات وهتك الأعراض والتهجير القسري والاضطرابات النفسية، وما نشاهده اليوم عيانا بيانا لمعاناة الأسرة الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص دليل واضح على مدى تأثير هذه الحروب على كيان الأسرة واستقرارها، حيث إن الأسرة الفلسطينية هناك تقبع تحت آلة الحرب الصهيونية الغاشمة فتقتل فيها وتدمر وتجوع وتشرد حتى ينتهي بها المطاف إلى الإبادة والاستئصال بشكل كامل من على وجه الأرض، ولكن الله تعالى غالب على أمره. ونحن من واقع هذه المسؤولية الدينية المشتركة يجب علينا أن نبدي هذا الرفض القاطع لهذه الحروب وتلك التداعيات السالبة التي تلزم عنها تجاه الأسرة، ثم نبدي أيضا تساؤلات واضحة وحلول متعددة حول مواقف المنظمات الأممية الدولية مما تعانيه الأسرة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة. فقد أثبتت الحرب الصهيونية الدائرة الآن على قطاع غزة مدى ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع قضايا الأسرة الفلسطينية بكل مكوناتها الدينية والثقافية والعرقية. السادة الحضور، ونحن نتحدث عن دور المؤسسات الرسمية والدينية في دعم الأسرة، اسمحوا لي أن أشير سريعا إلى بعض ما قام به الأزهر الشريف. أولا، رفض المبادئ الغربية المناهضة للقيم الدينية والأخلاقية الخاصة بالأسرة، وبذل الجهود الكبيرة في توجيه الرأي العام الشعبي والرسمي نحو رفض هذه المبادئ باعتبارها دخيلة. ثانيا، تقرير الحقائق الدينية في قضايا الأسرة المعاصرة مثل العنف الأسري والتحرش الجنسي والطلاق التعسفي وظلم المرأة والتفكك الأسري وظلم العادات وسفر المرأة دون محرم وختان الإناث إلى غير ذلك. ثالثا، العمل على رد الشبهات المثارة حول الأسرة المصرية، فعلى سبيل المثال رد الأزهر على ما تعانيه المرأة الشرقية من تهميش إنما هو بسبب تعاليم الإسلام، وأكد بأن هذا زعم زائف، والصحيح أن هذه المعاناة إنما لحقتها بسبب قراءة انتقائية وفهم قاصر. الحضور الكرام، في نهاية كلمتي يسعدني أن أؤكد على جملة من التوصيات، وهي ضرورة التعاون الجاد والبناء بين أتباع الديانات وكذا المؤسسات الدينية المتنوعة في تدشين البرامج التوعوية والتثقيفية في كل ما يخص الأسرة والنشء في الواقع المعاصر. ونحن أذنوصي بذلك، فأعلن على مسامع حضراتكم استعداد الأزهر ورغبته الجادة في التعاون مع جميع المؤسسات في الداخل والخارج.
ثانيا ضرورة سن التشريعات والقوانين التي تنظم شؤون الأسرة وأمور النشأ بشكل يتوافق مع القيم والمبادئ والثوابت الدينية. ثالثا ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم للمؤسسات التعليمية بغية تعزيز القيم التربوية والدينية للنشأ والشباب وترسيخ قيم التفاهم والاحترام. رابعا ضرورة تقديم الدعم النفسي للنشأ والأسرة وأهمية الاستشارات الأسرية في هذا المجال. أشكر لكم حسن الاستماع وجميل الإنصات، وأعتذر إن كنت قد أطلت، والسلام عليكم. شكرا ورحمة جزيلا الله. شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا لك وللأزهر الشريف. الآن مع صديقنا الأب مكاريوس رئيس أساقفة كنيسة الروم الأرثوذكسي اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية في قطر، قدم الكثير للمسيحية، وفي عام 2013 تم انتخاب المطران مكاريوس بهذا اللقب، فنستمع من سيادتك. يعني وإذا اختصرت يكون فضلا منك إن شاء الله. سعادة السيدة الوزيرة لولو الخاطر، دكتور إبراهيم النعيمي مدير مركز كبار الأديان، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، وجميع الحضور الكرام، سمحوني أتكلم باللغة الإنجليزية. I would like to thank the Doha International Center for Interfaith Dialogue for the invitation and honor to participate in the 15th Doha Conference, which is known worldwide for the promoting meaningful interfaith dialogue. Being based in Doha and having personal experience of the interfaith symbiosis here, and following the example of the inspired leadership of Qatar, I would like to express my thanks to His Highness Father Emir Hamad bin Khalifa Al Thani and His Highness Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, as always, for following the construction of the religious complex that accommodates the needs of the hundreds of thousands of Christians who are living and working in Qatar as their second country. It's clear that we are living in a changing world. And with this reality in mind, we are not against change in principle, but rather we are afraid that what may be named as progress is actually a purposeful changing of values using education, policy, culture, and even the faith. What is it witnessed by our generation that was experienced the expansion of the technology from the primitive stages until very advanced applications, besides the improvement of many fields of science and making our lives more convenient, is that in parallel there are also dangerous changes occurring by the interference of technology into human life. These interference include even attempting to replace human intelligence, freedom, and other religious and human values. An evaluation of the larger situation concludes that all of us have a reason to be concerned with the problematic theme which we are addressing here today in this conference, ranging from bioethical, scientific, educational, socio-physiological, and religious sides, and with respected participants to this important conference. On this note, I would like to offer congratulations to on the choice of this theme, which may entities do not like to mention on bring on the top of these priorities of discussion because of disapproval from many unseen powers in this world. According to the Bible,
male and female he created them, Genesis 1:27. This doctrine of Christianity, especially the Orthodox Church, supports only this traditional family form. Accordingly, through all the ages of humanity and every phase of human knowledge, biblically, socially, and biologically, only this form is able to perpetuate humankind. Historically, from the creation of the world in all civilizations, religions, and the same teaching and values are witnessed. An example that proves this is the mystery, also known as the sacrament of marriage, where within the church there is the blessing of the union of male and female. Within this tradition, successful couples follow the prophets, the righteous, and the apostles as models for the new married couple and family to be formed. The same is the case in the regard of church life and tradition. In the epistle of Apostle Paul, there are many mentions of the names of the families that he visited and to which he sent greetings, referring to their family house as a church. This analogy supports the importance of the family in a traditional form as the small church in union with the big church, that it is gathering of all members in one place for worship. In our day, we are faced with newfangled terms referring to choice of sex, redefinitions, reorientations, fluidity, and overemphasis of sexual identity as the main identifier of the human person. In addition of the baseless adoptions, as I have mentioned, our Bible mentions that creation from God only come in the form of male and female, and through the ages, there were never recorded in history such terms. This thematology no longer even concerns small minority, but claims to speak for all, raising the issue of rights, producing social claims, political disputes, broader movements of followers and opponents, affecting human relations, judicial thought, and performing new ethics on a global scale. This means changing the fundamental of society. This affects both the relationship of the people to their relevant religious institutions and to each other. I'm afraid that this issue has exited from the level of the dialogue and has reached the persistent form of offensive ideology, often with anti-religious or atheistic color. This persistent ideology has deeply reached the education system of many countries, in the school books, even as far as preschool movies and cartoons. The perseverance in then use to justify this phenomena, giving the impression that it is normal, or trying to get societies used to such an environment in order to promote a kind of rights or respect to the difference, when in fact it is producing confusion and accustoming the youth and inexperienced children to chaos with unpredictable consequences. The whole theme is taking on a global spread, utilizing the power of the political propaganda coming from invisible centers with uncertain goals. These entities expose traditional family and maximize in appearance only,
positive examples of homophilic symbiosis, where any contradiction is characterized as homophobic. In fact, what is happening is the minimizing of the freedom of man, and this means an offense against human nature with worse consequences than climate change. Because while it does not change the environment in which we live, it attacks our ontology. Unfortunately, any contrary arguments are called conspiratorial and can become threatening the one's job, legal status, and safety. The attempt to interfere in the values of the family, as it is presented in many countries today, directly attack human dignity and the family as the vital cell of the society, known as father, mother, and later the children. This traditional form needs to continue in the same functional conditions in which keeping ethical values are in harmony with nature. Any violation or change of nature contexts ethics, any overthrow of ethics, deconstruct the human dignity. The Orthodox Church support the traditional family and stress that marriage and family are not rights of individuals, but institutions that are established from the creation of the world. This consequently causes great concern on behalf of Orthodox Christians in regard to the changing standards and beliefs of other Christian denominations that accept giving the blessing to homosexual couples. His Beatitude Patriarch of Jerusalem, Theophilus III, recently inaugurated the family house in Amman, Jordan, and will be in other cities soon, supporting the biblical form of family between all the citizens based on their needs, without differentiation of their religion, as it is practiced on the other medical, educational institutions under the Orthodox Church or other denominations. The institution of family, as we used to know, it is being attacked, as I have mentioned. New definitions are being aggressively promoted worldwide, and their newly introduced objectives are changing the traditional form of the family, promoting other family structures that are dangerous for the future of our children, our society, as we used to know it historically, as well as the future of our world. Thank you for your attention. شكرا جزيلا الأب مكاريوس. والآن صديقنا الحاخام شلومو، حاخام المجتمع في فيينا، وهو مسؤول بشكل مستقل عن جميع الاتصالات الحاخامية بالحوار، يعني مسؤول عن الحوار ما بين الأديان والقضايا الاجتماعية والسياسية في وسائل الإعلام النمساوية، وقد درس التاريخ والسياسة والاقتصاد. You know the joke, an imam, a priest and a rabbi are being asked to speak for 5 minutes each. I'll try my best. Your Eminencies, Excellencies, dear colleagues, friends, dear brothers and sisters of the human family. Before I begin, may I express my heartfelt gratitude and appreciation for the privilege of standing here today, especially in these challenging times when our communities, Muslims and Jews in many countries across the globe, are experiencing great difficulties in their otherwise generally peaceful coexistence. The fact
that I have been invited and been given the privilege to address you here today must not be taken for granted. Rather, it is an important statement, and I applaud His Highness and the host of this conference for maintaining a focus on unity and collaboration to address the pressing challenges our societies encounter in an ever-faster, evolving world. This is especially crucial in areas where religious and religious people can make meaningful contributions to humanity in efforts to make our world a better place. It would be irresponsible of me not to mention it here today. Yes, the violence in the Middle East, the Israel-Gaza war, weighs heavily on our hearts and minds. And we must continue to pray for an end to the conflict and hostilities, the safe release of the hostages, a lasting ceasefire, and hopefully, after so many decades, finally a path towards peaceful coexistence for all Israeli and Palestinian citizens of the various religious, ethnic, and tribal identities and worldviews, allowing all the people in the region to live in security, mutual respect, peace, and prosperity. And allow me to highlight in this context, we must never fall prey to the simplistic narratives propagated by politicians, media, and social platforms that frame this as a religious conflict or even a war between Muslims and Jews. No, the Israel-Gaza war, just like the broader Israeli-Palestinian conflict spanning almost a century, is fundamentally a political and territorial dispute. While it intersects with religious and ethnic identities, and therefore burdens the relationship between our communities worldwide, it is neither rooted in religious differences nor integral in Judaism or in Islam, neither historically nor theologically. And not only in the Middle East, but as with most armed conflicts today, the root cause lies elsewhere. The destructive ideology of nationalism, which is really a European invention of the 19th century that meant to replace religion and religious identity all over the Western world, and is fundamentally at odds with any religion and the assumption of a spiritual reality in our existence. Nationalism, exported all over the world, has been responsible for two devastating world wars and has caused more bloodshed than any other ideology in history. Yet, politicians and populists, amongst them right-wing extremists, and others appointing themselves and posing as religious leaders, continue to shamelessly exploit religious sentiments for their own political agenda, promoting a sickening blend of nationalism with religious notions, corrupting identity. And yes, also real religious leaders have over and over again been complicit through their silence while the desecration of His holy name takes place in front of their eyes, crimes against humanity as well as against God committed in the name of their religions, which they are supposed to be the safekeepers thereof. As always, remaining silent is tantamount to condoning. Nationalism and its disgusting byproducts, xenophobia, racism, discrimination, incitement, slander, hate speech, and violence are neither compatible with Hinduism nor with Buddhism, not with Christianity and not with Islam, and of course also not with Judaism. And we must denounce these blasphemous notions at all times. Especially as Muslims and Jews, we must stand together today in solidarity against all forms of anti-Semitism and anti-Muslim racism. We must dismantle these conspiracy theories used by populists of all sorts to sow fear in order to isolate us from the wider societies we live in all over the world. To build a foundation for discussions on family structure, faith, values, and education, we must first recognize
humanity as a collective family. And no, this is not just some sort of heartwarming mythological metaphor. This is hard biological fact. We are all, indeed, family. Some closer than others, and yet still family. All human beings have the same illustrious ancestry, descending from the same primordial couple. As such, we were all created in his image, and yes, all human beings consist of a physical body and an eternal spiritual soul. And all believers share the common understanding that our life in this world is all about social responsibility, making use of our unique human power, free will. And as we all agree, free will means to act in accordance with principles and values, at times also against our own personal selfish interests and wants, but for the sake of the greater good. This holds true for each individual, as well as for the wider society, for the sake of human dignity. This is probably the single most important lesson parents need to effectively teach their children. Parents play a crucial role in instilling values and guiding the next generation by setting a positive example in their own lives. This principle holds true across all contexts of family and levels of society. It is not enough to protest against injustice or the wrongdoing of others. We must lead by example through our actions, our words, and our thoughts. We must embody the ethical teachings of our religions with consistency for the betterment of society and future generations. We don't only owe it to ourselves and to our children, but we owe it every moment and every instant of our lives to the values and principles of our holy scriptures, which are sacred to us. We owe it ultimately to the one above, the Almighty, the creator of the universe, the merciful one, in whose service we are all standing, obliged to act responsibly in this world, the one who will hold us accountable for everything we do in this world, who will confront us and ask us one day what we have done to overcome the challenges given to us, what we have done to make this world a better place. I'm very grateful to be part of this process and look forward to our upcoming discussions on this and future topics. Thank you very much. شكرا جزيلا للحاخ شلومو وشكرا لفضيلة الشيخ الدكتور نظير وشكرا للأب مكاريوس. وطبعا كنا نود يعني أنا كنت أود أن نفتح حتى باب مناقشة معهم حقيقة يعني لأنهم نستفيد منهم ومن علمهم ولكن الوقت كما يعني طبعا نستمع لقائد المركز. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله نأخذ استراحة لمدة 15 دقيقة شاي فقط ثم تعودون إلى هذا المكان. شكرا جزيلا.